السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين بوغرام يطرحوا عليه سؤال من جانب رئيس الاتحاديه الجديد، يعني وين هو، يعني كان دبلوماسي، هو تكلم يعني هذا مدرب، هذا كي هذا انتوما الصحافه كي تطرح عليه السؤال، طرح عليه السؤال من جانب الجانب تاعو، الجانب الفني فقط، ما تقولوش كون رئيس الاتحاديه اللي راه جاي، ولا رئيس العالم اللي راه جاي، ولا اللي راه طالع للقمر، ولا مهود القمر. انتوما اونترينير ما يدخلوه بالاخرى، نخسب لكم كيما راخر، كيما ذاك اللي تعبدوه، اللي دار رئيس اتحاديه، ولا داخل في الرئيس اتحاديه وخلوا فلان ودوا فلان وجيبوا فلان. هذا فانيك بوكر، فانيك مع رئيس اتحاديه، هذا جاب كاس العرب، جاب كاس العرب، جاب 95 مليار للخزينه الجزائريه، الخزينه تاع الاتحاديه في قطر ربحوا 95 مليار، جابوها، جابها قادر يقول لهم لا، نخلوا لي شاب الدين عمارة انا مليح معاه، ويروح عند الرئيس ويقول له خلي لي شاب الدين عمارة كيما دار صاحبنا وزير ما عادش توا لا كاع، هيا كان قادر، بصح قال لكم لا، انا لا يهمني لا من بعيد ولا من قريب، انسان خدام مهنة تاعو هي العشب الطبيعي، العشب الطبيعي، ما يشكي ما يطلع ما يهود، هي العشب الطبيعي وفقط، هذا مكان، مش قضية تاع شوف، يجي النهار وتنكشف. يجي نهار وتنكشف، يجي نهار ويوخر هذا الضباب اللي راه، والشعب الجزائري يغسل عينيه، ينوض من الأحلام الوردية، يغسل عينيه، كي يغسل له كلش يولي يشوف مليح. أنا نقولكم فماك تفيقوا، ماك تعرفوا شا كاين، فماك تعرفوا بلي خيانة تكتيكية، خيانة تكتيكية، كيما اتهمتوا غوارديولا العام اللي فات، نعاودها لكم كيما اتهمتوا غوارديولا العام اللي فات باللي دارها بالعاني باش مانشستر سيتي تخسر. غوارديولا تعرفوا خير منه، هذا ما تعرفوش خير منه، هذا ما تعرفوش خير منه، نتوما تعرفوا خير من كاع الغاشي، هذا اللي ما تعرفوش خير منه. راه بوكرا راه عطى مثل، عطى درس، عطى درس الأب الوطنية، الاب الوطنيه اللي فجر الثوره الجزائريه، هذا ميسان للحاج الله يرحمه ويرحم الشهداء الله يرحمه، بصح هذا جمهور ميسالي، هذا جمهور مرسالي الحاج، هذا لونترينر اللي في الدوحه، جمهور هو اللي كون بن بله، هو اللي كون بن بولعيد، هو اللي كون العربي بن مهيدي، هو اللي كون العربي تبسي الله يرحمه. شوف راه نقول لك، انت ما راكش العربي بن تبسي الله يرحمه ولا يرحم الشهداء، قاسو في زيت مغلي، انت ما راكش، هو ماشي كيف خويا، انت تدي 6 ملاير هذاك غلاو الزيت تاع الكوامن، غلاوه وقاسو في وسطه، تبخر انسان كامل، تبخر مكاش كاع، مكاش قبره في السماء، قبره يكون ان شاء الله بربي في السماء عند ربي قبره، جاي انت ب 6 ملاير جاي تقصر لي انايا وطنيه، مكاش وطنيه كي تولي الدراهم، مكاش وطنيه جيت قصر عليا انايا. وين تحدث المدرب المنتخب الوطني للمحللين ماجد بوكرا عن الرحيل المرتقب لرئيس الفاف شرف الدين عمار وخليفته في هذا المنصب، وصرح بوكرا بالنسبه لي من المهم المحافظه على الاستقرار، يعني واعرف جيدا وين قال لهم نحوس كيفاش نسخر يعني كل يعني وين الحالي او اللي راه جاي، ولا قال لهم ما نحوش نعرف شكون اللي راه رايح وشكون اللي غادي يقعد، شكون قال لهم انايا نحوس كيفاش نسخروا كل امكانياتنا والظروف اللازمه للعمل، يعني اللي يجي مرحبا به. كما كان اضاف وين قال لهم شخصيا هويه الرئيس الجديد للفاف لا تعنيني انا، قال لكم لا تعنيني وليست مشكلتي، مشكلتي هي إيجاد الأفضل لاعبين للمنتخبنا الوطني المحلي. وتابع مجد بوكرا المهم أريد مواصلة عملي
في هدوء مثلما نحن حاليا، وكل شخص يهتم بمجاله، ونتمنى الخير لكرة القدم الجزائرية. صاي سيبون أي تلمحوا قالكم حنايا حنايا في مارس وفي فيبري 2021 جاية معاه رايحين يديروا في لانيفيرسير، يديروا في الكاطو، يديروا من يجيبوا يلملوا في الغاشي يمنا يعرف به ارواح منا ارواح بين الارواح ارواح ضربه تاع المالي تاع المالي وتونس كل شيء يعرف به. شكون في الليل تجمع معاه؟ انا بالنا شو شو اروح اقول لك اروح انت مود هذا بالي على بالي بلي اللوطو اللي انت تلقاك في المطار دايلا شوفير يخلص، حنا راهي ساهل هذاك الشوفير، ما تزغدش يديك اللوطو تجي نتايا، ومي تبغي تخرج في الليل تلقى صاحبك اللي قاعد مر الحيط تاع الاتحاديه ويتحكم بالتليكوموند فيك، يتحكم بالتليكوموند فيك، تبدل اللوطو وتخرج، تروح للمنزل وتجمعوا عائله واحده، منا تعشى منا تعشى معاه وتقصروا معاه وكلش، بلوطو مختلفه باش ما يعرفوش اللوطو. والشوفير يقعد برا يقرا لك. انا على بالي بكل الشكاي، انا في تلبس وعلى بالي شكاي، كي تجي خارج يكون على بالي، يقولوا لي راه خرج حلينا عليه الباب ربدنا عليه البارير راه خارج، وكي تدخل يقولوا لي راه دخل، واللوطو اللي يعطوها لي شتي انا اللوطو اللي تخرج بها شتي على بالك. ابن ادم ما يحوش صاي يقولوا لي صاي ما غاديش نهضر راه يسهل خاطش انا كي راني نهدر هاد الهدرة. ناس لي يلقاوك وناس لي يدخلوهم يدخلوك لديارهم راه على بالهم شراني نهدر، انت راه على بالك شراني نهدر. خلي الناس وخدهم يجيو يكذبونا علاش؟ وكي راني نهدر على الخيانة اللي صرات في المنتخب الوطني امام الكاميرون، ماشي مخرج، ماشي دقيوس ومقيوس، ماشي قسامة، خيانة صرات، ضغط من خارج الجزائر، ونشوفوا شكون اللي يدافع عليك، نشوفوا شكون الناس اللي يدافعوا عليك، شكون هما. انا نقول للشعب الجزائري الوطنيين شوفوا شكون اللي يدافعوا عليه برك، هذا المدرب شوفوا شكون اللي يدافعوا عليه برك، هذا مكان هذا شوف بوقرة من وطني بوقرة لاعب زوج كوب دي موند يعني، وكان اهل الجزائر كاس العالم 2014 هو اللي اهلها بالبنت تاعو يعني، ولعب دو كوب دي موند قرا التدريب. شوف مي قالوا له على 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 رئيس الاتحاد قال لا تعنيني انا، قال كل واحد يخدم مجال تاعو انا خاطيني، بصح انت يا لا خلوه فلان، لا انا يا خلوا لي جروب تاعي، لا انا خلوا لي فلان، لا انا خلوا لي فلان. نعطيكم معلومه اخرى ثاني، هذا المكلف بالاعلام راه مطرد، غير مازال ما فاتتش برك، راه مطرد هذا المكلف بالاعلام راه مطرد. أيا نعطيها لكم بالتالي كاع، يخرج يهدر منا بصح راه مطرد، أمنوني بالله لا راه مطرد، والله العظيم يا ذا المكلف بالإعلام راه مطرد، نتحداه، راه مطردين، طرده الشاف الدين عمارة، طرده، خاطش الدعايات اللي طلقها، قال لهم لونترينار، قدام لا يروح للقطر، قال لهم لونترينار عنده رونديفو مع رئيس الدولة، يخوف الغاشي، عنده رونديفو مع رئيس الدولة. رئيس الدولة كي راح القطر قال له ما يسقاش ما يلقاني ما لقاه تربح، عيطوا لواحد تاع الرياضة عيطوا بالعمرية روح اقعد قال له معايا انت وهذاك مكلاه، خاطش عارفين ويعرفوا المكالمة ويعرفوا باللي تمجيد اللقجع، وتعرفوا شكاين بصح يجي النهار وتعرفوا شكاين، يجي انا عطيتكم تلميحات ويجي النهار وتعرفوا. أنا هذا فريق وهذا منتخب وطني، هذا منتخب وطني، هذا ماشي لعب، هذا ماهيش لعب، هذا منتخب وطني جزائري خويا. راه وين راه خو راه هدر شابة خويا، قال لهم بلي يا ودي أنا خاطيني، أنا اللي بيجي مرحبا به، أنا مدرب تا الواحد دخلت في وقلتها لك في مارس 2021، قلت لك يا ودي راك دخلت في امور لا تعنيك، امور اللي غادي يدوروا عليك، انت بانت لك انت جنون العظمه، بانت لك صايك انت، هو انت لك تحط الرئيس في الامريكان وتحط رئيس، انت اللي حطيت بوتين،
وانت اللي غادي تروح دير الصلح بين الروس واوكرانيا، عم يتبعوا فيك باش دير انت. هو كبرت روحك بزاف غادي تطرطق.